يا شيخ يمكن تبين لنا كيفية الأصابع في التشهد الأول والثاني خاصة السبابة؟ هكذا تقبض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق، معنى يحلق هكذا، هذه التحليق صلى الله عليه وسلم، كان يحلق أي يصنع هكذا وينصب السبابة عليه الصلاة والسلام ثم يهزها قليلا، لا مو بعض إخوانه هكذا يصنع، يعني الهز قليل هكذا، ثم كان من التشهد إلى السلام، ومنهم من قال لا حين قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ومنهم قال لا عند التشهد الأول، ومن يعني مسائل كثيرة، المهم هكذا هي مسألة نصب السبابة، وقال صلى الله عليه وسلم هي لهي أشد على الشيطان من مطرقة الحديد. نعم.